بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وذكر أن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان: القسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق وزناه وغيرهم. هذا القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرها، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: ولهذا اتفق العلماء فيما أعلم على أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد عنهم، بل تجب إقامته وإن تابوا، فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم، وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة. تمكينهم ولي الأمر من إقامة الحد عليهم، لا يقاومون ولا يمانعون. إذا مانع اللص الذي قد رفع إلى ولي الأمر، أو قاطع الطريق الذي لم يتب حتى قبض عليه، فإذا مانع ولي الأمر، إذا مانع حاكم المسلمين، فهذا دليل على أنه لم يتب. إذا بدأ المقاومة وحاول الهروب بعد أن تمكن منه، فهذا دليل على أنه لم يتب، بل تمكينهم من ذلك، تمكينهم من إقامة الحدود من تمام التوبة، بمنزلة رد الحقوق إلى أهلها، والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. كل من تاب وعليه حق لآدمي، فمن واجبات التوبة أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يمكن من له حق في بدن أو مال أن يستوفي حقه، فقاتل النفس مثلا عمدا إذا كان صادقا في التوبة، فعليه أن يسلم نفسه لأولياء القتيل ليقتصوا منه إن شاءوا، أو يأخذوا الدية، أو يعفوا إن شاءوا. وكذلك كل من عليه حق مالي أو حق في عرض يمكن صاحب الحق من أن يستوفي حقه، فهؤلاء قطاع الطرق واللصوص إذا قبض عليهم، إذا رفعوا لولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك، كان من كمال التوبة الواجب أن يمكنوا من أنفسهم. يقول: وأصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى، أصل هذا الأمر وهو أنه بعد أن يرفع الأمر إلى ولي الأمر
لا يجوز تعطيل الحد لا بعفو ولا شفاعة ولا بهبة ولا غير ذلك، وأن إقامة هذا الحد من أعظم الواجبات، ومن عطله بشفاعة أو بهبة، بهبة مال أو بهدية، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه لا يجوز الشفاعة في هذا. يقول أصل هذا في قول الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت الشهيد الرقيب. يقول: فإن الشفاعة هي إعانة الطالب حتى يصير معه شفعة بعد أن كان وترا. طالب شيء معين وتر، إذا انضم إليه طالب آخر صار شفعا، فهذا معنى الشفاعة، يطلب مثل طلب الطالب، فيصبح الطلب زوجا شفعا بعد أن كان الطلب وترا. بعد أن كان الطالب يطلب وحده أصبح يطلب معه غيره. يقول: فإن أعانه على بر وتقوى، أو إن أعانته أي الشفاعة يعني، فإن أعانه على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانه على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. من شفع لأخيه عند ذي سلطان لينال حقه فهذه شفاعة حسنة. من شفع عند صاحب الحق في عفو، شفع عند أولياء القتيل في أن يعفو أو في أن يقبلوا الدية، فإن هذه شفاعة حسنة. وأما من شفع عند ولي أمر في ظالم أن ينال من المظلومين ما يريد، أو أن يأخذ من أموال المسلمين العامة ما يشتهي، أو أن يمكن من الحكم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى كالشفاعة في تولي مناصب القضاء أو غيرها من الولايات، إذا كانت على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى، أو من يتولى ولايات فيها أنواع من الظلم مثل جباية أموال بغير حق مثل أصحاب المكوس، فمن يشفع في مثل هذا فهي شفاعة سيئة يكون له كفل منها. من يشفع مثلا في أن يتولى إنسان وظيفة يحارب بها المسلمين ويتمكن من ضربهم وظلمهم وحبسهم وقتلهم وانتهاك حرماتهم، والشفاعات في هذا كثيرة، فهي تعين على الإثم والعدوان، فهي شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه. إن أعانت على البر والتقوى، البر والتقوى ما أمر به الشرع، الإثم والعدوان ما نهى عنه الشرع. يقول: وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن الشفاعة هي إعانة الطالب حتى يصير معه شفعة بعد أن كان وترا، فإن أعانه أو أعانته الشفاعة على بر وتقوى كانت شفاعة حسنة، وإن أعانت أو وإن أعانه على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. والبر ما أمرت به والإثم ما نهيت عنه، وإن كانوا كاذبين فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذه الجملة وإن كانوا كاذبين عطف على الجملة التي مضت منذ عدة فقرة السابقة، اللي هي فإن كانوا صادقين لو قطع الطرق إذا تابوا بعد رفعهم إلى ولي الأمر. يقول: لم يسقط عنهم الحد، بل يجب عليهم أن يمكنوا من أنفسهم، وذلك من كمال التوبة. إن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم،
وإن كانوا كاذبين يعني ادعوا أنهم قد تابوا ولم يتوبوا فإن الله لا يهدي كيد الخائنين. يعني كم من السراق واللصوص والمدمنين إذا أقيمت عليهم العقوبة قالوا نحن قد تبنا، ليتمكنوا مثلا من الخروج من العقوبة أو لتخفيفها في بعض الأمور، تكون العقوبات تعزيرية كحبس مثلا فيظهر التوبة ويزعم أنه قد تاب وهو ليس بصادق، فلا تنفعه عند الله عز وجل هذه التوبة الكاذبة المدعاة، والله لا يهدي كيد الخائنين. يقول: وقد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم، قبل القدرة عليهم فقط، فالتائب بعد القدرة عليه باق في من وجب عليه الحد، للعموم والمفهوم والتعليل. لعموم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، يبقى ده عام استثني منه إلا الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم، الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يبقى من لم يتب قبل القدرة عليه ما زال ضمن العموم في أنه يجب عليه القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. هذا معنى للعموم. وللمفهوم: مفهوم مخالفة إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، يبقى اللي تابوا بعد القدرة عليهم ليسوا كذلك، يبقى هذا معنى كلمة ليه للمفهوم للدلالة، يبقى دلالة أن التائب بعد القدرة عليه عليه الحد من العموم والمفهوم والتعليل، يعني من جهة المعنى، من جهة المعنى أن هذا في الحقيقة ترغيب، ترغيب لقاطع الطريق في التوبة بأنه إذا تاب قبل أن يقدر عليه انقطع في الاستمرار فإنه ستسقط عنه عقوبة قطع الطريق، هذا ترغيب. أما بعد أن يقدر عليه فما الفائدة في ذلك؟ ولا يصح أن يكون حكمه قبل القدرة كحكمه بعد القدرة. يقول: هذا إذا كان قد ثبت بالبينة، هذه الحدود إذا ثبتت بالبينة، فأما إذا كان بإقرار وجاء مقرا بالذنب تائبا فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. يعني بعض العلماء يقول أن هذا الأمر لا يلزم فيه إقامة الحد، إنسان جاء تائبا، وطبعا بالنسبة لقطاع الطرق إذا جاء تائبا هذا صريح في أن الحد قد سقط عنه. هل اللص كذلك إذا جاء، الزاني إذا جاء، فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر مذهب أحمد أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة، بل إن طلب إقامة الحد عليه يقيم، وإن ذهب لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث ماعز ابن مالك لما قال: فهلا تركتموه، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهلا تركتموه، وحديث الذي قال: أصبت حدا فأقمه علي، مع آثار أخر. هذا دليل على أن هذا الأمر وهو التوبة قبل القدرة والتفرقة بينها وبين التوبة بعد القدرة إنما هو فيما إذا ثبتت إقامة الحد بالبينة، وأما إذا ثبت بالاعتراف فهل يجب إقامة الحد أم أنه إذا طلب إقامة الحد أقيم وإذا لم يطلب إقامة الحد عليه لم يقم بعد أن جاء معترفا. حديث أصبت حدا فأقيمه علي فيه احتمال، لأن كلمة الحد يمكن أن تحمل على المعصية، لأن كلمة الحدود في شرع الله سبحانه وتعالى معناه الأمور الفاصلة بين الحلال والحرام،
بخلاف الاصطلاح فإن الحدود هي ما فيه عقوبة مقدرة. فقال الصحابي: أصبت حدا فأقمه علي. منهم من كان يقصد بذلك أنه أصاب من امرأة قبلة أو مسا بيد، فهذه معصية وليست مما يوجب الحد المقدر، وليست فيها عقوبة محددة بالنص، وإنما عقوبتها تعزيرية ويسمى حدا. فهذا الحديث يحتمل أن يكون دليلا، ويحتمل أن الرجل قصد أصبت ذنبا، والله أعلم وأعلم. ولكن شيخ الإسلام يقول أن هذا الأمر طالما أن الرجل قد قال أصبت حدا، فلو كان واجبا لاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما الحد الذي ارتكبت حتى يلتزم بإقامة الحدود ولا يعطلها؟ وهذا في الحقيقة استدلال ظاهر، والله أعلى وأعلم. الاستدلال من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ولو كان واجبا لا استفصل، وعلم صلى الله عليه وسلم بإقرار الرجل ماذا عليه من ذلك، فكان يقيمه كما طلب إقامة الحدود في التي سرقت في الذي والأربعة في الذين زنوا والمرأة التي اعترفت، فهو يطلب إقامة الحدود فيما إذا كان الأمر بالبينات، والله أعلم وأعلم. وكذلك في قصة ماعز، فإنه لم يقم عليه الحد إلا بعد إقرار 4 مرات، والصحيح أن ذلك ليس بلازم، بل يمكن أن يكون الإقرار مرة واحدة، كما في قصة العسيف والرجل الذي كان يعني العسيف عنده أجيرا، فقال: واذهب واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر 4 مرات، والله أعلى وأعلى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أعرض عنه مرات، ثم لما فر منهم ماعز حين آلمه يعني ضرب الحجارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه؟ دليل على أن هذا النوع من الاعتراف، الحد الذي ثبت بالاعتراف، إقامة الحد فيه ليست واجبة كالذي ثبت بالبينة. ومن جهة التعليل المعنى قوي جدا، فإن هذا الذي لم يطلع عليه أحد ولم يرى أحد جريمته، المجتمع لم يتضرر، وإنما هو الذي تضرر. فإذا كان قد جاء تائبا فهذا لا يلزم إقامة الحد عليه، لأن ذلك من كمال التوبة وكمال الكفارة، ويجزيه أن يتوب فيما بينه وبين الله. وأما إذا كان الحد الجريمة التي ارتكبت كان أمرا علنيا، إذا لم يقم الحد حصل من الفساد في المجتمع ما لا يعلمه إلا الله. إذا زنى رجل علانية حتى شاهده 4، فإن ذلك ينتشر ويضر المجتمع ككل، وإقامة الحد أمر نافع لعموم المسلمين في هذه الحالة. ما كان مستترا فالله والله أعلم وأعلم كان ذلك لا يلزم فيه إقامة الحد، وإنما يصح. والتوبة منه قبل إقامة الحد تصح فيما بينه وبين الله وتجزيه. وإنما تابت المرأة توبة التي اعترفت بالزنا وكانت حاملا، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجمها، قال: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له. وقال: لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فهذا تصريح بأن التوبة التي تابتها
أفضل وأوسع من توبة تسعها، والإنسان إنما عليه أن يأتي بتوبة تسعه تكفيه. هذه توبة، هذه المرأة التائبة تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فدل ذلك على أن الاعتراف إذا رجع صاحبه عنه أو إذا انصرف ولم يسلم نفسه بعد أن ذكر أمام الإمام ذلك فإنه لا يلزم البحث عنه لأنه جاء تائبا. والله أعلى وأعلم. يقول: وفي سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الحافظ: سنده إلى عمرو بن شعيب صحيح. هذا اقتضي صحة الحديث، وهذا فيما هو من حقوق العباد التي يسعهم العفو عنها كالسرقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل قبل أن تأتيني به. والله أعلم. وهذا هو أصل هذا الحديث. وعلى قول من يقول القذف حق من حقوق العباد مطلقا، فإنه يفتقر إلى مطالبة المقذوف، فإذا عفى المقذوف قبل أن يصل إلى الإمام كان مسقطا للحد ولا يجب إقامة ولا تجب إقامته. مفهوم فما بلغني من حد فقد وجب أن ما لم يبلغني لم يجب، ولكن في قصة ماعز والغامدية دليل على أنه إذا بلغ الحد الإمام ولكن عن طريق الاعتراف فيمكن لمن ارتكب هذا الذنب ووجب عليه الحد أو لمن يعني استحق إقامة الحد عليه أن ينصرف وأن يترك ليتوب فيما بينه وبين الله. وفي سنن النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان. رجح الدارقطني والنسائي أنه موقوف، وهذا في الحقيقة لا يقال من قبل الرأي. يقول: وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق، والخوف من العدو سبب للخوف من العدو كما يدل عليه الكتاب والسنة. فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة الله ونقصت معصيته فحصل الرزق والنصر. كلام متين في غاية الأهمية، وهو أن العباد إذا انتشرت فيهم المنكرات هزموا. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فظهور الطاعة سبب لسعة الرزق، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا ظهرت المعاصي حصل نقص الأرزاق وحصل تسلط العدو. أقيمت الحدود خفت المعاصي وقلت، حصل بسبب ذلك الرزق والنصر. ولا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم مال يعطل به الحد. في نسخ كثيرة ولا يلوز، وهي أظهر. ولا ينبغي تصلح بمعنى لا يلوز كثيرا، ليست لا ينبغي تستع يعني على ظن كثير، ليست كما يظن كثير من الناس أن لا ينبغي تستعمل في المستحبات،
قال عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وهذا في أمر لو قاله الإنسان كفر، أعني لو قال اتخذ الله ولدا فقد كفر. فلا ينبغي بمعنى لا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق ونحوهم مال يعطل به الحد، لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد والثاني أكل السحت. قضية خطيرة جدا، لأن كثيرا من جلسات التحكيم العرفية إذا جلس فيها محكمون وربما كان بعضهم منتسبا إلى الشريعة إلى الدين من أهل الدعوة ومن أهل العلم أحيانا، وهم يعجزون عن إقامة الحدود، يقولون أننا سوف نغرم الزاني أو سوف نغرم السارق وقد ثبتت سرقته، أو أننا سوف نغرم الفاعل الفاحشة في كاللواط مثلا لأننا لا نستطيع أن نقيم عليه الحد. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينص على أن هذا المال سحت خبيث، لا يجوز أن يؤخذ لزوج المزني بها أو لأبيها أو للصبي الذي فعل به الفاحشة أو لأبيه أو لأسرته. وكذلك أمر القذف، كل ما فيه نص من الشرع لا يجوز بحال أن يغير إلى عقوبة أخرى، فإن هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. إذا عجزوا قالوا يفصل الله في هذا يوم القيامة، هذا عقوبته القطع، هذا عقوبته الرجم، هذا عقوبته الجلد، ونعجز عن إقامته فيقام يوم القيامة. ويعظم هذا الأمر للناس، والبعض يظن أن هذا فيه تخفيف على الجاني، وليس كذلك، بل إن كان هناك جرائم أخر عزر فيها تعزيرا بليغا، وبقي أمر الحد أعظم من أن يستبدل بشيء آخر، بقي أمر الحد عظيما في النفوس لا يمكن أن نستبدله، حتى تصبح أعراض المسلمين في مقابلة المال. وهذا يقع كثيرا في مجالس التحكيم العرفية كما ذكرت، يرغمون الزاني على أن يدفع لزوج المزني بها أو لأبيها مهر امرأة جديدة، وكذلك في القذف يغرمونه مالا، وهذا لا يجوز. والبعض ممن ينتسب إلى الدين والدعوة ربما يقول سنأخذ هذا المال ونجعله في مصالح المسلمين أي في بيت المال، نقول هذا لا يصلح بحال فيما فيه حد مقدر شرعا من سرقة أو نحو ذلك، إنما يؤخذ المال كعقوبة تعزيرية عند بعض أهل العلم في غير النصوص الشرعية في غير الحدود. وإلا كان من فعل ذلك حاكما بغير ما أنزل الله، وإن كان منتسبا لأهل العلم والدين. أبلغني بعضهم عن بعض أنواع القضاء في بعض البلاد التي يذكر أنها تطبق الحدود، أنهم مثلا بعد أن ثبت لديهم فعل الفاحشة في بعض الصبيان أو نحو ذلك، فإنهم حكموا بسجن لحق المفعول به وجوزوا أن يدفع له مال لإسقاط هذا الحق، وهذا والله مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فحبس من فعل الفاحشة ليس في كتاب ولا في سنة، ولذا الصحيح بل الصواب أنه إما أنه زان كالزاني المحصن وغير المحصن،
أو أنه يتحتم قتله على أي حال، وهذا هو الصحيح، أنه يتحتم قتله محصنا كان أو غير محصن، ولا يدفع مال في مقابلة ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوج المرأة التي زنى بها العسيف: الغنم والجارية رد عليك. لوالد العسيف، قال لوالد العسيف استغفر الله. الحديث أن الأجير زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيرا عنده، فعلم أبوه ذلك فقال إني سألت أناسا فقالوا على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، افتدى منه بأن يدفع له 100 شاة وجارية بدلا من المرأة التي أفسده عليها في ظنهم. ثم إني سألت أناسا من أهل العلم فقالوا على ابني جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم، فاقضي بيننا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والجارية رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فهذا الكلام الواضح يبين أن الزنا لا يمكن أن يكون فيه عقوبة مالية، وكذلك السرقة إذا ثبتت من حرز وبضوابطها. أما السرقة من غير حرز، أما السرقة فيما دون النصاب، فقد ثبت في الحديث أن من سرق مما لم يؤويه الجريم ففيه جلدات نكال وغرامة مثليه، وأما إذا سرق ما يساوي نصابا من حرز فإنه يجب فيه القطع. فيمكن في سرقة دون النصاب أن يكون فيها تعزير، والتعزير يكون بغرامة مثلي ما سرق، والذي يظهر أنه إنما يكون في بيت المال، وشرط ذلك أن لا يكون من حرز، أن يكون سرقه من غير حرز حتى يصح ذلك. وهناك عقوبة بالضرب جلدات نكال يجلد عقوبة له. فهذا الذي يقول به بعض أهل العلم، وإن كان أكثر العلماء يرون العقوبات المالية منسوخة ولا دليل على النسخ. أقول فنطيل في هذا الكلام لأن كثيرا ممن يجلس المجالس العرفية يخلط في هذا الباب، وبعضهم يقول هذه مجالس شرعية، وبعضهم ينسب ذلك إلى القضاء الشرعي، وهو خطير للغاية. فليس أخذ الأموال لتعطيل الحدود على الزاني والسارق وقاطع الطريق ليس من شرع الله في شيء. يقول: وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين، أحدهما تعطيل الحد، والثاني أكل السحت، فترك الواجب وفعل المحرم. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل. هذا الرشوة زمن شيخ الإسلام كانت تسمى برطيل. يقول: وتسمى أحيانا الهدية وغيرها. ومتى أكل ولي الأمر السحت احتاج أن يسمع الكذب من الشهادة الزور وغيرها. ده كان زمان، لأن عندهم شهادة الزور علشان يبرئ هذا المتهم بناء على أمر من الشرع. أما الآن فهم يبرئونه برد الشرع والعياذ بالله وتحكيم القوانين الوضعية والعرفية. يقول: وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، مع أن سماع الكذب وأكل السحت مستوجب للعن والعياذ بالله. فانظر ما هو أشد عندما تعلم أن الذي القاضي يأخذ رشوة فيقول: هاتوا الشهود، ويكون قد اتفق مع شهود زور يبرئون المجرم،
فيسمعوا شهادته وهو يعلم أنهم كاذبون ويعلم أنهم لا يستحقون للشهادة فيقبل الشهادة، ويسمع شهادة الزور ويأكل السحت. فهذا والعياذ بالله فاعل فعل اليهود، فكيف بمن يقول بل لو ثبت الشهود العدول مثلا على الزنا فإنها حرية شخصية؟ هذا والعياذ بالله والله من الكفر. أما الرشوة فالحكم وفي غيره، فهذا الحديث الصحيح رغم مقال في إسناده، إلا أنه قال الترمذي حسن صحيح وقواه الحافظ وصحح الحاكم إسناده، له شواهد متعددة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، كل مال يتوصل به إلى باطل، والرائش والواسطة الذي يمشي بينهما. ولذلك أخذ عمولة لتوصيل رشوة إلى أناس كما يقع من البعض لتخليص أمور معينة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وفي الصحيحين أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه وكان أفقه منه نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. ما في علامة فقه أمر أو طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينه بكتاب الله واستأذن حتى يسمع حجته، فقال قل، فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا يعني أجيرا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل ابنه كان غير محصن والزوجة كانت محصنة، ولما كانوا في الجاهلية يرون الزنا اعتداء على حق الرجل فقط، وظن أن الرجل إذا أسقط الحق فإنه يسقط، وظن أولا بكلام أناس من غير أهل العلم أن على ابنه الرجل، لأنهم لم يستفصلوا أو لم يعرفوا الفرق بين المحصن وغير المحصن، فعرض مئة شاة ووليدة. وكلمة خادم تطلق على الذكر والأنثى، هي خادمنا وهو خادمنا، فأعطاه مئة شاة وجارية ولخادم حتى يسقط عقوبة الرجم الموهوبة المظنونة عن ابنه. فلما سأل أناسا من أهل العلم رجالا من أهل العلم قالوا على ابنك جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك، المئة شاه والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فرجمها، فسألها فاعترفت فرجمها. ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحد عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المال إلى صاحبه. يبقى المال المدفوع في الرشوة ماذا يصنع به؟ يرد إلى صاحبه، وأمر بإقامة الحد، ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء وغيرهم. أيوة في احتياج للمال، في احتياج للفقراء محتاجين والمجاهدون محتاجين محتاجون، ومع ذلك لم يأخذ هذا المال. الغنم والجارية رد عليك. يقول وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب قاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد مال سحت خبيث. إذا لا يسمى أن هذا تعزير، شارب الخمر ما فيهوش تعزير، شارب الخمر فيه إيه؟ إقامة الحد، الجلد 40 أو 80. يقول وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه، إما رشوة أو وساطة أو جاه إنسان
يمنع إقامة الحد. يقول: وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين، يعني كل الأجناس، عرب وتركمان وأكراد وفلاحين وعجم، وأهل الأهواء كقيس ويمن، وأهل الحاضرة، قيس ويمن قبائل كان في زمن شيخ الإسلام ظاهر أن كان بينهما نزاعات مستمرة وبينهما قتل، فكان أصحاب الجاه يمنعون من إقامة القصاص، وهذا معروف في كثير من البلاد التي يكون القاتل فيها مثلا من الأسرة الحاكمة أو قريبا لهم أو له منزلة عندهم من المستشارين أو نحو ذلك، فيكون الجاه مانعا من إقامة الحدود عليهم، وهذا من أعظم أسباب الفساد. يقول: وهذا من أكبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس ويمن وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم وأمراء الناس وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم، وهو سبب سقوط حرمة المتولي، من أعظم أسباب سقوط قدر الإباء الحاكم المتولي لأهل الأمر، أن يسقط قدره أنه يترك ويعطل الحدود. وسقوط، يقول: وهو سبب سقوط حرمة المتولي وسقوط قدره من القلوب وانحلال أمره. عدم إقامة الحدود سبب لانحلال أمر الملك والسلطان، فإذا ارتشى وتبرطل، تبرطل يعني أخذ البرطيل اللي هو أخذ الإيه؟ الرشوة، على تعطيل حد ضعفت نفسه أن يقيم حدا آخر، وصار من جنس اليهود الملعونين. يا سبحان الله، والله إنها لعجب، ده تعطيل مع وجود أصل التشريع لدين الله، فكيف بمن يعطله اعتراضا على حكم الله؟ هذا باب أشد بمراحل، هذا إذا كان هذا من جنس اليهود الملعونين فكيف بمن يعطل الشريعة كلها. يقول: أصل البرطيل هو الحجر المستطيل، سميت به الرشوة لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق كما يلقمه الحجر الطويل، حطه في بقه إيه؟ طوبة تسكته، فسموا الرشوة إيه؟ برطيل، حجر يسكته. يقولون إن أول من أظهر البرطيل بالشام وأوقع عليه هذا الاسم محمد بن صالح بن عبد الله بن صالح في القرن الثالث هجري، والي حلب وقنسرين في خلافة الواثق، وكانت سيرته غير محمودة، وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على غير إكراه. يقول: كما قد جاء في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من القوة، يعني من الطاقة، من الشباك، يعني الرشوة تخش من هنا الأمانة تخرج من هنا. أخرجه أحمد عن الحسن. وكذلك إذا أخذ مالا للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات، يعني كلام ما أحوج كل من يعني يحكم بين الناس أن يسمع هذا الكلام، لأني والله أعرف مجالس كثيرة من أعراف الناس يحكمون بأشياء خلاف الشرع في حدود يسمونها أيضا إيه؟ تأديب، تعذير ونحو ذلك. يقول: مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات، ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض الناس ثم جاءوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا فيقدمونها له أو غيرها، كيف يقوى طبعهم في الفساد وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد الرعية؟ الأعراب دول يسرقوا فلوس من الناس وبعدين يجيبوا هدية ليه؟ للحاكم، يعني الحاكم يطنش، يقوموا هم يقولوا بس خلاص عرفنا السكة بتاعته، عرفنا ديته زي ما بيقولوا، ويطمعوا في غيره من الايه؟ في غير هذا المال، يقولوا لا ده يفسد الحال وتفسد السلطنة. يقول: وكذلك الفلاحون وغيرهم، وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع بعض ماله كيف أطمع الخمارون
فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض أموالهم، فيأخذها ذلك الوالي سحتا لا يبارك فيها والفساد قائم. وكذلك ذو الجاه إذا حموا أحدا أن يقام عليه الحد، مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو أمير فيحتمي على الله ورسوله. بسمي دي حماية على الله ورسوله، أن المطالب بهذا من؟ الله عز وجل هو الذي أمر بإقامة هذه الحدود والحقوق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. فقد روى مسلم في صحيحه عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. فكل من آوى محدثا من هؤلاء المحدثين فقد لعنه الله ورسوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، فكيف بمن بنى الحدود بقدرته ويده؟ وقد ذكرنا من قبل أن هذا الحديث فيه وقال رغم ذلك صححه الشيخ أحمد شاكر، حديث أخرجه أحمد وعبد الرزاق والحاكم قال صحيح الإسناد، جود إسناده المنذري وابن القيم والذهبي وصححه الشيخ أحمد شاكر. يقول: فكيف منع الحدود بقدرته ويده، وأعتاض من المجرمين بسحت من المال يأخذه، لا سيما الحدود على سكان البر الصحارى، فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال، سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية، فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين، وهو مثل تضمين الحانات والخمر. الخمر يعني شارب الخمور، يعني إيه؟ يعني يعدوا على الخمرات يقول له ادفع، يدفع كما يحدث في بعض البلاد، بل بعض الناس ينتسبون أحيانا إلى الجهاد ويفعلون ذلك، يذهبون إلى الخمارات ومحلات بيع الخمور ويفرضون ضريبة أو يظنونها عند البعض جزية من جهلهم واعتدائهم، فيفرضون مالا ويتركونه وينصرفون، فيظل الفساد قائما ويزعمون أن هذا المال للجهاد أو لبيع مصالح المسلمين أو للفقراء أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام: وهو مثل تضمين الحانات والخمر، فإن من مكن من ذلك أو أعان أحدا عليه بمال يأخذه فهم من جنس واحد، والمال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن، زي على سبيل المثال البلاد اللي فيها تصريح بالدعارة، تصريح بالدعارة يقولوا علشان الدولة تاخد حقها في الايه؟ في الضرائب. المشكلة بان هم ما خدوش تصريح يبقى بيهربوا من الضرائب، والعياذ بالله. وهذا موجود، كان موجودا في مصر قبل ان تلغيه ثورة يوليو، كان غاية في عهد الملكية كان تصريح البغاء رسمي، وتركيا فيها تصريح البغاء رسمي وما زال في تركيا، لكن عندنا ما فيش تصريح بالبغاء لغاية دلوقتي، وفي بعض المجرمين يطالبون بإعادته، بيقولوا عشان تكشف عليهم بطريقة منتظمة ما يجيبونش إيدز ولا أمراض جنسية، والبتاعة موجودة موجودة، عايزين تصريح ولا يعذب الله وليه؟ نسأل الله العافية. لا بلا شك إن هذا إنه يبقى مجاني بقى أهون، مش عايز أقولك إنه مجاني طبعا مجاني، بس ممنوع قانونا، ان النوع منه ده افظع منه تصريح، ده معنى التصريح بالدعارة ده كفر ناقل عن الملة قطعا وقيلا والعياذ بالله. والذين يفعلون بقى هذا اخذ هذه الاموال بهذا الباطل هم من هذا النوع من الناس. المال المأخوذ على هذا شبيه بما يؤخذ من مهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن يعني الحلاوة اللي بيدوها له على لو صدقت الكهانة، يجي يخبرهم بخبر ويقول لهم لو حصلت هتدوني الحلاوة بتاعتي والعياذ بالله، اللي بيضربوا الودع وامثالهم. وثمن الكلب وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد،
اللي هو يربط بين الزاني والزانية بتوع الفنادق، والعياذ بالله، الفنادق السياحية التي يطلب النساء بالطلبات ومن يوصل يأخذ أجرة على ذلك، والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث. رواه البخاري. فمهر البغي هو الذي يسمى جذور القحاب، والعياذ بالله. استعمل هذا اللفظ أيضا في أجور المغنيين المغنيات والقيان، جذور القحاب. القحاب لما الزناه، القحبة بمعنى الزانية، حتى الاجتماع ما زالت معلومة، بس هي أصلها لغة عربية، بس المصريين بيحولوا الهمزة إلى القاف إلى إيه؟ إلى همزة، ولكن هي القحبة بمعنى الزانية. يقول: وفي معناه ما يعطاه المخنثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم على فعل الفاحشة. وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، اللي بيكتبوا حظك اليوم ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو ذلك. قولوا قولي هذا، واستغفر الله ولكم.